كنت وما يدير ادري فمن دخل كوفيد ما عاودناش هذيك الموضوع، ولكن ان شاء الله غنجدوا بما انه قالوا بغاو يديروا شي لمسه مدينه عرج. انا لا اعلم ماذا كان قصده، ولكن غنجدد نيغي ان شاء الله، غادي نجدد عليهم كلهم مثل ما قلتوا شي تغديو شي حاجه مدينه عرج. انا غادي نقول لهم ثاني حاجه، هما كيجيو طبعا جزاهم الله خير، كيجيو على حساب الطائره، كيجيو هنا المبيت على حسابه، الاكل على حسابه، كيديروا لنا الجوائز ديال السلوكي والسقف والنبال والرمايه والرسم، هادشي كامل كيقوموا هما بالجوائز ديالهم، جزاهم الله خير. وما غنزيدوش احنا ننتقلوا عليهم ونقولوا لهم خلصوا لنا فنانه ولا هذا، ما نقدروش. فإلا جات هما من عندهم مرحبا، ما جاتش فبارك الكريم. اما بالنسبه لنا حنا كهما كيعطيونا مال ولا هذا، والله ثم والله والله يشهد على ما اقول، ما كنقدم عندهم حتى شي حاجه الا هذه الجوائز اللي كيديروا وهذا السقف اللي كيخلصوا والنبال والصور وهذا اللي كيخلصوا الجوائز كيخلصوها. وكنشكره صراحه، وحنا ما غنيأسوش، حنا معاهم حتى ان شاء الله تبان الصوره واضحه. انا كثير من انا كان صراحه كنخاف من بعض كيتهيأ بعض الناس، قلت قطر كيقول الحاج هو اللي كيعطيهم فلوس، حتى بعض الادارات كندخل كيقول وقطر ما عطاتكم والو، كنحشم. وانا كما دخلت دابا انا اقسمت بالله ان لا نثق منهم ولا لا، والله يشهد على ما اقول. نشكرك على الصراحه يعني غادي نمر دائما كنا كنقولوا القطريين خصهم حتى هما يشاركوا في الميراث يعني الفرق الفنيه ديالهم مثلا التراثيه الى اخره، ولا يشاركوا في المسابقات. يعني بغينا القطريين يشاركونا في هذا الميراث، هذا هو اللي كنا كنقولوا دائما. انا شوف والله انه قبل هذا الكوفيد سكتوا لنا رساله قال لك خطوا شي حاجه مدينه عرج نديروها، يعني مش حاجه قليله، بغاو يديروا شي حاجه كبيره تبان هما داروا. مع دخل هذا الكوفيد وقفنا عامين، وقفكمش حتى الكلام وقف، لكن انا كنوعدكم غادي يجيو ان شاء الله نهار السبت، وغادي نجلس معاهم نهار الحد، وغادي نذكرهم بهذيك الكلمه اللي قال ما غانساهاش، لان جات من عندهم ما جاي انا اللي يقول غادي نقول، لان احنا كمغاربه احنا ما كنرضاوش نطولوا يدنا، احنا حتى احنا كبار صراحه، اذا جات من عندهم مرحبا. علاش لا ما تكونش الامور في اطار شراكه مع الجمعيه، بحكم انهم هما جمعيات يعني تقترحوا عليهم انها تكون شراكه بين جمعيات الجمعيه ديالكم جمعيه عبد الصمد الكنفاوي مع الجمعيه ديالهم في اطار شراكه وكل مهرجان يعني بشراكه مع الجمعيه. احنا غادي نديروا جميع الوسائل وغنجلسوا معهم كيف يقول ما نجلسوش في الكوسه نجلسوا في الحساب نجلسوا في الارض وغن وان شاء الله الا كبان شي حاجه اول ما غيسوقوا الخبر نتوما غنقولوها لكم. ان شاء الله كنتمناو نوصلوا لكم.